مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم نهار الأحد 14 نيسان أبريل. شو في تطورات وأخبار جديدة بالفلك؟ أكيد اليوم القمر ببرج السرطان والشمس بعدها مستمرة ببرج الحمل. رح نشوف الحمل شو عنده اليوم بهيدا النهار. بكرة يعني هيدا النهار تركيزك بالمسائل بالبيت ومع العائلة بتشغلك، فيك أشياء عائلية مع أفراد الأسرة، يمكن تتعلق بإرث، يمكن تتعلق بتجهيزات، ترتيبات، نقلة، تسديد أموال لقلب البيت، ولكن جرب ما تنتقد أفراد عائلتك وابتعد عن الخلاف. يمكن كمان فيك أشياء لسفر. كتير منيح بهيدا النهار تعيد النظر ببعض الأمور وتعمل إصلاحات، ويلي هني طالبين نقلة بالعمل يمكن يجيكم خبر مفرح بهذا الإطار، ولكن كون متيقظ من بعض التأخيرات. أما مواليد برج الثور، أكيد يوم في عندك نشاطات عدة، اتصالات، بس تنقلاتك كتير يكون رايق على الطرقات، امتحانات، مقابلات، أعمال، رد جواب. لقاءاتك كلها بتكون مبنية على التفاهم، الاتصالات بتكون واعدة، وفي أمور يحكى فيها عن طريق عملك. يمكن يكون في عندك اجتماع مهم، يمكن البعض امتحانات، تبرع بكل هالأمور، وقدرتك عالية على حل أي مسألة عالقة. قراراتك عم بتكون صائبة، وبطالك كمان اتصالات مع الإخوة، مصالحات للبعض، وكل الأمور بتكون مريحة. أما مواليد برج الجوزاء، الجوزاء هلأ أنت طاقتك الحمد لله منيحة، مكاسب لاسترداد أموال، مناقشات مالية، وفي هدية وجايزة يمكن أور. نظم أمورك المالية وخفف المصاريف، وكل الأمور بتكون مريحة. اليوم بطلب منك يمكن حدا يستعطفك أو يستغلك ماليا، انتبه ما تخلي حدا يستغلك أو يغشك. وكمان في تعاطف وفي حوارات بناءة بينك وبين الشريك العاطفي بخصوص عمل. يمكن تسمع بأمور تتعلق بقضية قضائية طال انتظارها، هدول الأمور كلها عم بتطالك، وكمان مصاريفك كترانية، ويمكن على بالك الاهتمام بالنفس، مشتريات خاصة لإلك، بس انتبه لي على مصاريفك. سرطان أكيد مشحون اليوم بالطاقة بالحيوية، قادر تنجز أي شيء، وكأنه مثل السحر الساحر انقلبت كل المقاييس لصالحك. اوعى اليوم تخلي حدا يزعلك أو يتدخل بقراراتك أو يفرض عليك رأيك، يفرض رأيه عليه عفوا. طاقتك حلوة حتى عاطفية، في اطمئنان ومحبة واهتمام بالنفس واضح رح بيكون. هلأ اللي بدي أقوله إنه عزيمة قوية، ارتفاع عالي بالحظوظ والمعنويات عالية، وبحاجة بهيدا النهار لتظهر مواهبك، بتقدر تظهر مواهبك. واليوم بأي إطار بدك تحرك على كافة المستويات كلها بدها تكون ناجحة، فترة رائعة وداعمة. الأسد في تعب، ملل، نشاط، يمكن ما فيها هالقد نشاط، بتشعر بالخمول، أعمال عاجلة، فترة يعني بدنا نطول بيننا، فترة فارغة من الحظوظ، انتبه من خلاف يؤدي إلى عداوة أو إلقاء اللوم على البعض ببعض الأمور، إلغاء موعد يمكن، وحدا يمكن بده يجرب يستفزك بالكلام أو ينتقدك. تجنب المشاكل، راعي بهاليومين هالظروف شوي ما تكون من الأبراج اللي بدك تشارع، بدي إياك تطول بالك، لأنه هدول اليومين دقيقين. صحيح أنه الشمس تطير بموقع رائع لألك عم تدعمك، بس دايما القمر بتعب. في يمكن خبرية مش ما تكون على ذوقك، يعني اهتم بالأمور المهمة فقط وابتعد عن البدايات الجديدة. أما مولود برج العذراء، عندك نشاطات واعدة من الصبح، خاصة اجتماعيا مطلوبين كتير، مهضومين، مرغوبين، غنوجين اليوم. انت الحلا والغلا، نعم انت داعم للكل وواعد لتحقيق الانجازات. في عندك سفر يمكن، الاجواء كلها عم بتكون مريحة، الاخبار الحلوة المطمئنة، والبعض يمكن يكون في عنده دعوة او
مشاركة بمناسبة سعيدة أو لقاء مع الأصدقاء، اتصالات، يعني الأمور حلوة والكل بأيدك بهذا النهار. وولود برج العذراء والكل كأنه عم يعيد النظر بأمور عدة، فيكن تعيدوا النظر وتعيدوا الكرة بأي إطار، وفي كسب محبة من الكل. أما مواليد برج الميزان، في تركيز بعملك بشكل كتير كتير كبير، وكأنه عم تشتغل من قلبك لتثبت حالك وقدراتك بهيدي الفترة. المحيط بالعمل وخاصة المسؤولين عنك، وكتير عم تقدر تثبت جدارتك. اللي بدي أقوله أنه خلي علاقاتك مع زملائك بالعمل ومع الأمور مع الأشخاص اللي هن مسؤولين عنك مثل البوس والمانجر، خليها تكون مثل تطوي صفحة، افتحوا صفحة جديدة من بعض. وكمان البعض يمكن عم يهتم بأم، عم يهتم بأي، بأب عفوا، ما تخالفوا القوانين بهذه الفترة، كونوا دقيقين بمواعيدكم، ما تتهربوا من مسؤولياتكم، وعندك فرصة لإتمام عمل مهم ولكن انتبه من الأخطاء. أما مواليد برج العقرب، ما أحليك اليوم، محظوظ كتير، عم بتزيد حظوظك وعم بتبلش تفتح الأبواب والفرص قدامك. أنت اليوم كأنك قائد بحد ذاتك، وكتير عندك ميول للسفر واللهو والسهر والمرح، بدك تطلع من حالك، عبالك تشارك بأي شيء، حتى بالدراسات محلقين، والسفر عنوانك والمصالحات عنوانك، تتعزز العلاقات العائلية والعاطفية أيضا. العقرب الأمور كلها عم بتكون لصالحك. الكوز في أمور مالية شغلة بالك، حتى على مستوى العمل، في بدايات جديدة بالعمل أو ترتيبات مفاجأة أنت قدها، ما بديك تخاف، عندك مكسب مالي أو شراكة وتعويض، عندك رغبة بلفت النظر لتقول أنه أنا هون، فيك تعلي صوتك وفيك تاخد حقك بأي إطار مالي، وفي اهتمامات ببعض الأمور العقارية والبيتية، واليوم بتطالك المصالحات. أما مواليد برج الجدي، بطلب منك انه تجرب توضح وجهة نظرك مع الشريك، وبدك تحاول جاهد مولود برج الجدي انه تلاقي قاسم مشترك مع الشريك العاطفي او الزوجي، تجنب الانتقاد والسخرية وتوجه الى الحلول، ما بيناسبك العدائية، ما توجه الملام والملاحظات على الكل، بدك تروق تنتبه من الخلافات والمواجهات، ولكن طاقة شوية ضعيفة، عليك تعزز علاقاتك ويمكن يكون عندك مشاركة جديدة بالعمل. أما مولود برج الدلو، في تراكم بالأعمال، ما تهمل صحتك، ما تفوت شيء إلا ما تخلص أعمالك. يمكن في مواجهة من زميل، أو ناطر بانتظار خبر ما بخصوص عمل من مديرك من مسؤولك، حتى مع الزبائن كن ودود. بعرف يمكن تشتغل أمور أكثر، يعني عم تشتغل أمور أكثر من طاقتك، أعمالك ما بتخلص بهذا النهار، تنقلاتك كثيرة، معقول يطلب منك حدا مساعدات كمان، بدك تكون معين للكل وتساعد الكل، خدوم كتير بهيدا النهار، ومسؤولياتك كتير، التزاماتك كتيرة، ولكن انتبه لصحتك، صحتك إلى حق عليك. أما برج الحوت، وبحب برج الحوت، طاقة رائعة من ناحية العاطفية، الحظ معك برافقك بخلال هيدا النهار، حتى على الصعيد التجميلي بكون كتير، يعني عم تهتم بوجهك، بمظهرك، بلبسك، الهوايات كلها بتضوع عليها اليوم، في إبداع، في تقرب من الحبيب، الانفراجات، تعاطف بشكل كبير على كافة الأصعدة بأمور عدة. الحوت اليوم بتقدر اليوم تقتحم أي باب، أبواب كلها مفتوحة قدامك عاطفيا وعمليا، وحتى في فرحة حلوة لولد من أولادكم، وكتير على بالكم تكونوا مع ناس أصغر منكم، عم تتفاعلوا مع الكل بشكل رائع. كلكم محظوظين مواليد برج الحوت، وهيك بنكون هنا الأبراج لهيدا النهار، ودايما برجك مع رولا أحلى أكيد. شوفكن على خير، باي.